ما بيصير تسبب مشاكل للناس وتتسلى فيهم بهي الطريقة. أنت مثل أعلى لكتير من الناس، كان عندك الجرأة تحب وحدة أكبر منك بكل هاي السنين. بالرغم من العذاب اللي تعذبته واللي مرقت فيه قدرت تحافظ على حبك، واليوم رح تسبب لحب حياتك الوجع. أنت أكتر حدا بيعرف إن مرة منيحة هي ساد أو ما غلطت بحق أي حدا. هي غلطت جوري، غلطت كتير. هي خانتني للمرة الثانية وكسرت قلبي. بس هي المرة الفرق الوحيد إني ما رح أخسر ورح أربح. أنا في عندي طريقتي الخاصة لحتى أربح. لا تخافي، أنا بخير. أنا بتمنى حب ساهل وفيدي كايبة وما يتدمر لو شو ما صار، يا ريت. عن جد كتير آسف، ما كنت بعرف إنه رح تصير مشكلة، ما كان عندي فكرة. أنا كان لازم أكون معك، بس أنا كان طمعي بالسيارة. عملت كل هالشي كرمال السيارة؟ حق السيارة 30 مليون، وأنا بوقتها ما كان عندي أي خيار تاني. بس أنت قلت إنك بتحبني، هذا كذب كان؟ روح من هون، أنا بدي أحكي معه. ولا كلمة، روح وإلا رح أتصل بالشرطة. ماما هو جاي ليحكي معي وأنا لازم أعرف إذا بحبني عن جد أو لا. لا بقى تحكي ولا كلمة عارية، وإلا رح أضربك أنت كمان. أمي آسف خالتي. شو عملتي أنت؟ أنت عمرك بس 15 سنة وعم تحكي لي عن الحب؟ لساتك كتير صغيرة على هالحكي. فوتي على البيت، إذا بتطلعي برات البيت قبل ما أرجع وأسمح لك رح تخسري ثقتي فيكي تماماً. يلا ماما. شكراً ياش، لو إنك ما خبرتني بأنه موهيت رح يلتقي بآريا ما كنت بعرف شو رح يصير فيها. بس أنت كيف عرفت؟ وأتغير موهيت أقواله ببيت أجروال، عرفت إنه ما بينوثق فيه وإنه عم يكذب. خليت حدا يلحقه من هداك اليوم. أيو كمان في عندي إليك أخبار تانية أنت رح تتفاجئي فيها. اللي لازم أعمله صرت بعرفه منيح. مرحبا، بدي أقابل ياش كومار لو سمحت. ماشي. Thank you.
منيح إنه فديكا ما شافتني هون. لو إنها شافتني كانت حققت معي وسألتني عن السبب اللي خلاني إجي لهون. أنا بس بدي إني أحمي مكاني، لأنه باليوم اللي رح ترجع صحتها لخالتي رح تطالعني من البيت فوراً. حضرة الضابط، أنا بدي أقدم شكوى ضد بونيش تيواري، وكمان عندي الدليل. أنا بونيش اللي رح ياخذ الشكوى مدام. حلو حلو، انت هلأ بتشبهي الملكة جانسي، والأنسة اللي هي بدها تصير ملكة. شو رأيك يا محقق سونيل انك تجي لهون؟ حاضر سيدي. بدك تقدمي شكوى ضدي بمخفر الشرطة؟ ما بتعرفي إنه كلمتي هون ما بتصير تنتين؟ مفكرة إنه ما منعرف شو عم تساوي؟ نحن منعرف كل شي وعنا علم بكل التحركات. ما بتعرفيني لسه. شو هاد؟ هاد هو دليلك؟ كنت عم تسجلي كل شي عم احكي انا وقوله؟ يا حضرة المحقق لو سمحت استعجل، اسمعني انا كتير خايف هلأ. نحن اتهمناك انك متورطة بشغلات كتير كبيرة، ليكي ما رح تاخد معنا وقت ابدا، لانه رح ارفع قضية ضدك وخليكي تنحبسي كمان، وما رح يطلع بإيدك أي شيء. على كل حال أنت عاقلة وما بتقدري تأذيني، خجلتك قدام العالم وما قدرتي تعملي أي شيء. أنت فكرتي منيح، سجلت فيديو لبنتك الصغيرة ومع هيك ما قدرتي علي. روحي ورجعي على بيتك واسكتي وانتبهي على بنتك الحلوة وأمك. يلا روحي فديكا. إذا بدك أنا برجع بشوفك مرة تانية لسه ورح أعاقبك عقوبة وخرب عليكي كل حياتك بطريقة تخلي كل الناس إنه تشفى. مشان هيك ديري بالك على حالك أحسن ما خليك تندمي كتير. يلا اطلعي من هون. بدي كلا لا، هي ما بدها اياك تروح لعندها، لهيك ما بتروح. انا حبيتك من قلبي يا فيديكا، وانتي ما عملتي شي غير انه خدعتيني، خليتيني احس انه حبي ما له اي قيمه.